أشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بالتنظيم العالي الذي رافق انطلاق فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2018، مؤكدا على أن البحرين بطاقات شبابها قادرة على إنجاح المعرض وباحترافية تامة. إن هذا المعرض هو الأحسن إلى حد الآن، وهذا شيء طيب، ونشكر مشاركة الأشقاء والأخوة من المنطقة في هذا المعرض بهذا الثقل، ومشاركة الشركات العالمية. والبحرين دائما شبابها نشيطين ومحترفين.